ولمزيد من المتابعة بينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بك سيد مجدي، في البداية وأبدأ حديثي معك بوصول أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار بورت السودان. هذه الرحلة التي تأتي بعد فتح المجال الجوي في المنطقة الشرقية من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ اندلاع الاشتباكات في 15 من أبريل الماضي. برأيك دكتور مجدي، إلى أي مدى هذا التعاون بيعكس عمق العلاقات ما بين مصر والسودان؟ صباح الخير، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة هذه ترجمة عملية لتضامن مصر قيادة وشعبا ومؤسسات مع السودان. تؤكد دوما مصر أن هذه العلاقة ليست علاقة عاطفية، وأن التضامن لا يأتي فقط تضامن بالكلام، لكن هذه خطوة عملية، وهذه ليست أولى الخطوات العملية. من قبل كانت مصر حاضرة منذ أن فتحت أبوابها باستقبال السودانيين، منذ أن وقفت مصر بدبلوماسيتها وبثقلها الإقليمي والدولي حماية للدولة السودانية ولمؤسسات الدولة السودانية ولمنع التدخل الخبيث في السودان. تأتي خطوة مصر للطيران الآن كما قلت هي ترجمة عملية، وحينما تحدثت مصر أنها تقف بجانب الشعب السوداني على عدة صعد، ومن هذه الصعد هو الصعيد الإنساني. أنا أعتقد أن عودة مصر للطيران إلى بورت السودان لها عدة دلالات، ليس فقط هي إعلان وإشارة إلى أن الحياة الطبيعية بدأت تدب، وأن التواصل بين السودان والخارج ابتداء من مصر كما كان هو ابتداء بزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان كأول دولة يزورها خارجيا هي مصر. كذلك عودة مصر للطيران تساهم إسهام كبير في الشأن الإنساني. صحيح نقل الركاب كثير جدا من المرضى والمصابين والمعاقين الذين يريدون تلقي علاج بصورة أحسن وبصورة أرقى يمكنهم الآن الذهاب إلى مصر وتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. كذلك التواصل مع العالم عبر بوابة مصر مثلما كان السودان قديما قبل الاستعمار وبعد الاستعمار، أن كانت مصر هي بوابة السودان للعالم، الآن مصر للطيران تقول أنا بوابة السودان إلى العالم. كل الذين يريدون أن يتواصلون إلى العالم الآن يستطيعون العبور عبر بوابة مصر للطيران. هي خطوة كبيرة، لذلك كان وقعها جيدا وممتازا في نفوس الشعب السوداني وفي نفوس المواطنين، وهي تزيد كل يوم من هذه الثقة بالعلاقة الاستراتيجية والعلاقة المصيرية والعلاقة التي نقول دوما أنها ليست علاقة عابرة أو ليست علاقة مثل أي علاقة مع أي دولة أخرى، هي مصر وهو السودان وهو وادي النيل. كل تأكيد يعني سيد مجدي، بالحديث عن آخر التطورات السياسية في الأزمة السودانية وبالحديث أيضا عن آخر المفاوضات لحل هذه الأزمة، زيارة البرهان مؤخرا لجوبة بالتحديد، لماذا جنوب السودان وعلى ماذا ترتكز هذه التحركات؟ بالطبع جنوب السودان هو أولا هو الامتداد الجنوبي لوادي النيل. إذا بدأ البرهان بالقاهرة الآن تأتي دولة جنوب السودان في ذات الأهمية من حيث زيارة البرهان هو امتداد وادي النيل. السبب الثاني أن بالطبع طبعا جنوب السودان كانت هي جزء من السودان، والآن يعني هذه الشعوب هي متداخلة ومتلاحمة ويعتبر شعب وادي النيل شعب واحد. كذلك دولة جنوب السودان من الدول المتأثرة بما يجري في السودان، إذا كان من نواحي أمنية أو من نواحي اجتماعية. كذلك جنوب السودان مثل مصر استقبلت أعداد من اللاجئين. القضايا الأمنية والسياسية مرتبطة بين السودان وجنوب السودان. جنوب السودان كان لها دور فعال في الفترة السابقة في تحقيق السلام، عقد فيها مؤتمر جوبا واتفاقية جوبا لتحقيق السلام. كذلك القضايا في جنوب السودان أيضا تحل في الخرطوم، الخرطوم طرع اتفاق سلام جوبا. كذلك هناك بعض المشاكل مثل ما جرى من محاولات الحركة الشعبية بجناح عبد العزيز الحلو للدخول
في المعركة وإشغال الجيش السوداني المستغرب. هذه بعض الهجمات التي قامت بها هذه القوات. أعتقد أن من الأجندة التي طرحت في هذه الزيارة هي كيفية الحد من هذه الهجمات لتأثير جنوب السودان، لأن هناك اعتقاد صحيح أن الدولة جنوب السودان لها علاقة قوية بهذه الحركة، لكن جنوب السودان ترعى الاستقرار ورعت من قبل اتفاقات ورعت من قبل التزامات بوقف العدائيات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية، لكن ربما هناك اتهام لبعض الأطراف داخل دولة جنوب السودان بحثها على الحركة الشعبية، ربما لعلاقات خارجية أو لأي معادلات أخرى. لكن نعتقد الآن أن هذا الملف سيغلق تماما بهذا الدور الإيجابي لدولة جنوب السودان. أعتقد دولة جنوب السودان هي عضو أساسي ومشارك طبعا في مؤتمر دول جوار السودان الذي أوقف كما قلت التدخل الخبيث حينما جاءت بعض المبادرات التي أرادت التدخل في السودان، والآن بقيادة مصر دول جوار السودان وضعت محددات واضحة وتوصيف واضح للأزمة السودانية، وتضع في مسارات وخارطة طريق لحل الأزمة السودانية. دولة جنوب السودان دولة فاعلة أعتقد في هذا المنبر، منبر دول جوار السودان الذي هدفه الأساسي هو حماية الاستقرار ودعم السودان ودعم استقرار السودان، لأنه هو دعم لكامل الاستقرار في هذه المنطقة المهمة.